حق يا جماعه، عمره ما بيد حد حد خالص، ده يشغلك ويستعبدك وبعد كده يخنقك عشان تقدم استقالتك يا جماعه. القطاع الخاص ده عامه كله كده، كله معوقين كده، مش احنا. انا ذات نفسي جات في نفسي عشان كده بقول، وحاسه بالمعوقين اللي زينا، مش انا بس، انا بتكلم بناء على المعوقين كلهم، مش انا بس، كلهم المعوقين. لو كان اي معوق ما بيتكلمش الصراحه يتكلم، مش انا بس، يقول كله حق ضعف كله، المعوق والوظيفه قعدت 10 سنين في الوظيفه وفي الاسكان وفي الاكتشاف وفي وفي الاجازه التعويضيه، انا ضعف كل حاجه يا جماعه. هو انت مثاله في كل حاجه، انت جت على الاكتشاف يا ابا ده الاكتشاف دي كل حاجه، لا بالليل عليك هي بتتكلم كل حاجه، اذا كده موجود انا بتاع خاص بس مفيش بتاع عام. انت يعني هم بقى يشوفوا بقى يجيبوا سيفه معاهم، امال المناديين لو يقولوا الحته الفلانيه هم يشوفوا بقى السيفه. طب انت طالبي محلب بايه؟ انا طالب محلب بكل حاجه لينا، بس القطاع الخاص متوظف حكومي، عايزين وظائف حكومية، ممكن تخش تخش من المنطقة الحكومية، احنا معانا ورق غير كده مش عايزين، غير كده مش عايزين. احنا ورق الصحة كل ما ايه؟ عايزين قطاع خاص، انا بسببك بهدفك هتبص دم، انا قطاع خاص افرض انا من اسيوط كويس، ولا انا معوض ماشي هركب من بيروت هروح اسيوط عشان الشغل واجي من اسيوط، بس على المطارات اقعد ارمي على معوض كيف اشيل واركب عربيات، عايز حته جنب بيتي عشان خاطر اقدر امشي واقدر اخش واقدر اطلع، بتاع الخاص لا مش اقعد ارمي 15 كيلو ولا 20 كيلو عشان اوصل لمرجل بالشغل، مش بيجيبوا لنا عربيات مواصلات بنروح لحساب، عقبال لما تروح لازم المعوقين معوقين. رحنا جبنا ورق، لما رحنا نسال على الورق الموظف اللي موجود قال له اشرب ميته، وقدمته الاداره ادي الاربع خمس سنين الرشاوي المحسوبيه قال له اشرب ميته، لو كان الواحد بياخد 5000 جنيه من القطاع الخاص هاخد 600 في الحكومه، وانام وانا مشخن مع عيال عشان خاطر ما اقدر اموت يسال عليا في القطاع الخاص، لكن لو قعدت بيجيب مين يسال عليا؟ يلا ارميه قطاع خاص، ما قطاع خاص لازم يا جماعه وقرفك احسن من الشيك، عايزين تبقوا كلنا ونخرج الناس اللي جوا وليه لازم نطبق 5% على الكهرباء لك ايه؟ الكهرباء لك ايه؟ ما بناخدش 5%، ليه يا باشا؟ يقول لك احنا عايزين واحد سليم، لا نطبق الخمسة في الكهرباء، وكنت في جميع المصالح، في جميع المصالح، يخش الكهرباء